القرش النوطي طلع 70 ريال ونفس الجرام لا زاد ولا نقص. عظيم كيلو نقص طلع 70، انتم شليتم حقكم 70؟ اذا احنا استحقنا ان القرش النوطي يكبر. يمكن انا اذا تكلمت عن انتقالي بلاقي ألف تعليق معارضة اللي يقولون انتقالي، أي واحد قال انتقالي انتقالي انتقالي. وكذلك يسبك على الشرعية، مليون بيدخلوا أي واحد قال الشرعية الشرعية الشرعية، أنهم معارضين الشرعية. نحن لما نتكلم عن القوة اليومية صوتنا ما يستمعش، لأنكم أنتم مستمعين من الشهداء، أنتم راضيين على الشهداء. يعني أنا مستغرب البورصة هذه يطلع 70 ريال والشعب كامل ساكت، الشعب كامل ما بس رجال يطلع يتكلم. أنا ما بدي أحسب شيء،